الحمد لله راني دابا دايس واحد المدرسه، المدرسه ديال الازيد الكبار ديال كوش كنلعب فيها، ودايره دابا راه ندير عندي الجيل من 50 حتى 15 عام، ودابا عندي الجيل هنايا في الهروره عندي من 50 حتى 13 عام، وعندي في جهه الرباط عندي من 13 عام ل 15 عام، وكاين الاطور عندي الحمد لله مزيانين، عندهم لي ديبلوم، كاين لي ديبلوم بي وديبلوم سي، كاين هنايا ديبلوم بي كاين مؤطر مصطفى صدقي، كاين هشام عندنا هنايا، وكاين في جهه اخرى كاين مامي حسن، وكاين رضوان، كاين ديال لي غارديان ديال لي غارديان هما دايرهم. انا المدرسه نشوف واش ارير كوش مزيان يعطي المنتخب اضافه. هو ان شاء الله حنا حنا ماشي في هذا النهج هذا، حنا عاد بدينا هذا العام هنايا في هذه المدينه غروره هنايا، ان شاء الله يكون خير لنا القدام. الحمد لله حنا في الاشتغال ديال في هذه المدرسه هذه على اساس كن جميع الفئات السنيه العمريه من 4 سنوات حتى 12 سنه، والاضافه اللي يمكن نعطيه ان شاء الله هو تاطير ديال هذه الوليدات، هذه كنسهروا على هذه الوليدات، ما هو تقني وما هو فيما يتعلق في اللياقه البدنيه، ولا باص ديالنا، لا باص ديالنا ان شاء الله، وهو بغينا يكون خلف لهذا الاسم الكبير ديال عبد الكريم الحضريوي اللي عطى الكره المغربيه شيء كثير، ونطلبوا من الله يوفقنا ويساعدنا ننجوا لهاد الوليدات ونكونوا عند حسن الظن ديالهم وعند حسن الظن ديال الاباء ديالهم ان شاء الله. كما كتعرفوا فالجمعيه ديال ازيد الكمار فدارت من اجل هاد الناشئه هادو اللي هما الوليدات اللي هما كنتمنوا انهم يكونوا خير خلف لهاد الجيل اللي كان قديم. كما كنعرفوا سي عبد الكريم حضراوي لاعب قديم ديال المنتخب المغربي غني على كل تعريف، فهذه بادره منه حسنه انه يحاول انه يطور المواهب ديال هاد الوليدات هادو، وكنتمنوا من الله الخير في اطار اننا كنأطروهم في واحد الاطار الاكاديمي ان شاء الله. مسيو عبد الكريم حضراوي. علاش اختاريتي بالضبط مدرسه عبد الكريم حضراوي باش انك تدرب؟ اختاريت الاكاديمي ديال ازيد القمر حيت فيها دو سيريو وكيلعبوا مزيان. شنو انت كتلعب غوشيه ولا يمنيه؟ انا شو ملتي فونكسيون، كنلعب لا غوش ولا دغوت، جي با دو بروبليم. جي لي دو بي، عندي الي دغوا الي غوش وبيتر. كنلعب ان الي غوش حيتاش كنلعب بالرجل الكوشيه، وانا اختاريت هذا الكلوب هذا نتونترينا فيه على وديت ان اللي كيونترينينا لاعب سيليبر سميتو عبد الكريم الحضريوي. كنلعب ميليو، جيت لهذا الكلوب لان بابا هضر لي على عبد الكريم قال لي بينا هو لاعب كبير وبينا غادي نتعلم في هذا الكلوب. انا جيت هنايا باش نتعلم الكره وكيعجبني بزاف الكره. ازيد الكمار. ديال شكون؟ ديال الحضريوي. والحضريوي شكون هو الحضريوي؟ الحضريوي هو لاعب الكبير كرة القدم. عبد الكريم حطايو. غنولي غنكبر غنولي لاعب بحال بابا، وغنتقدم لقدام وان شاء الله نولي لاعب مزيان بحال بابا. اش المركز كتلعب فيه في فرقة الميدان؟ أرياج غوش، وان شاء الله غنولي بحال بابا وغنطلع نتقدم القدام وغنولي بحال بابا ان شاء الله. كان اعتقد الجمهور المغربي كله كيعرف السي عبد الكريم الحضراوي اللي هو معلمة تاريخية، وكان اعتقد لحد الان ما المنتخب المغربي ما استطعناش نعوضوا عبد الكريم الحضراوي، البوست ديالو لحد الان مازال ما جاش شي واحد اللي يعوضه. بالاضافه لهادشي كله الاختيار ديال مدرسه عبد الكريم الحضراوي، فبطبيعه الحال الدراري خصهم في هذا الوقت هذا سورتو كنشوفوا الدراري كيكونوا كيلعبوا التليفونات لي طابليت تيليفزيون انسي دو سويت، دونك اختارينا انهم يجيو للمدرسه باش يبدلوا هذوك الاجواء ديال التليفون، ومن حتى حنايا كنجيو معاهم نبدلوا الوقت في عاود ما نبقاو جالسين في القهوه ولا نشوفوا شي انشطه اخرى، كنجيو مع وليداتنا نشوفوهم كيترينيو، ربما ان شاء الله علاش لا في المستقبل يكونوا حتى هما قدوه بحال السي عبد الكريم الحضراوي. من طبيعه الحال الاسم ديال عبد الكريم الحضراوي سابق كيعرفوا المغاربه كاملين، لاسيان جوار ليكيب ناسيونال، وانا بطبيعه الحال عندي وليد ديالي فضلت نجيبو هنا باش ياخذ الخبرات من عند عبد الكريم
والاطول اللي كيشتغلوا معاه كاملين. هو الابن ديالي ما يكونش عارفه، لاني انا بالنسبه لتنتفرج فيك يوميا نتبعونا كيبان لي التحسن كاين. كاين الناس تيخدموا هنايا كي هشام كي سي مصطفى تيخدموا مع الدراري مزيان. نقول لكم على المساعدة ديال الناس ديال السلطات، منهم رئيس جماعة ديال هرورة، كنشكرو بزاف على المساعدة ديالو، وميمطو توا ديال سبور ديال هرورة توا رئيس ديال الرياضة ديال هرورة، وكنشكر تباشا والناس السلطات كلهم، والحمد لله بعدا كاينين الناس اللي كيساعدوا لي جون الدراري الصغار والجمعيات وكل شيء الحمد لله، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله من القدام، يكون المسائل ايجابيه ان شاء الله.